محييكم عنكم ماكم قابلين سرقة انتصاركم ماكم قابلين تزوير ماكم قابلين قتل الشباب السلميين بدم بارد بقساوة من طرف نظام فقر الموريتانيين وفرق الموريتانيين وسرق على الموريتانيين وخسر حياتهم وعاد يقتل شبابهم باللي مظاهرين بصفة سلمية يدوروا أكراتهم وأصواتهم تترجم في صناديق الاقتراع وتترجم بالعد وبالحسبة ويدوروا الرئيس اللي اختاروا اللي هو برام الداعبين